الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الحمد لله رب العالمين الحمد لله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين ومالك يوم الدين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته ولا نعيم إلا في قربه ولا حياة إلا في رضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانه من إله عظيم رحيم إذا وعد بالخير وفى وإذا توعد بالشر عفى رحمته سبقت غضبه وحلمه سبق مؤاخذته وهو أرأف بعباده من الوالدة بولدها قال عز من قائل في محكم التنزيل إن الله بالناس لرؤوف رحيم وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا وقدوتنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه نشهد يا رسول الله أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجلبت الظلمة وجاهدت في الله أفضل جهاد حتى أتاك اليقين اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم جميعا برحمتك يا ارحم الراحمين امين امين يا رب العالمين اما بعد حياكم الله جميعا ايها الاخوه الاكارم وايتها الاخوات الكريمات ونسال الله تبارك وتعالى ان يجمعنا وحضراتكم دائما ابدا في هذه الدنيا على طاعته وأن يجمعنا وحضراتكم مع حبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم في جنته ومستقر رحمته ودار كرامته اللهم أمين يا رب العالمين أيها الإخوة الأكارم هل التسبيح يرد القضاء
التسبيح يرد القدر؟ تعالوا بنا نتعرف على هذه الميزة وهذه العطية من الله سبحانه وتعالى، حتى نكثر من التسبيح لله عز وجل، ونجعل ألسنتنا تلهج بذكر الله سبحانه وتعالى. حين نقلب صفحات الكتاب الكريم ونستعرض قصة نبي كريم من أنبياء الله تعالى، هو نبي الله يونس بن متى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصته فقال: وإن يونس لمن المرسلين إذ أرق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحرين، فلولا أنه كان من المسبحين فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. اسمعوا لهذه الآية وكيف أن الله سبحانه وتعالى أثبت في هذه الآية أن ببركة تسبيح نبي الله يونس وهو في بطن الحوت، كما قال الله: فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين. ولولا كما يقول أهل العلم وأهل اللغة حرف امتناع لامتناع، أي بسبب تسبيح يونس عليه السلام أخرجه الله تعالى من بطن الحوت. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أنجى الله تعالى نبيه يونس ببركة التسبيح. ماذا كان تسبيح نبي الله يونس وهو في هذه الظلمات التي قال الله تعالى: وذي النون إذ نادى ربه، وذي النون إذ ذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا كان تسبيح نبي الله يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في الحديث الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: دعوة أخي يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما من مكروب يدعو بها ربه عز وجل إلا فرج الله عز وجل عنه كربه، لأن الله تعالى قال: وكذلك ننجي المؤمنين. حين ندعوه بهذا الدعاء سبحانه وتعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال الله: فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يفرج الله الهم ويغير الحال إلى أحسن حال. فنعم، التسبيح يرد القضاء، التسبيح يرد القدر، وهذا دليلنا من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وبريز الله سبحانه وتعالى وثنتهم وبريزهم وسيك للخل الموسيك للفورغيرنس أنا أجل ويتنس زرزو نو وان ورثي فورشبة الله سبحانه وتعالى أن محمد صلى الله عليه وسلم إذا سير لك المسجر أبو الله عز وجل ما يديرس المسبكتد وغير المسجر تدين إن شاء الله تعالى وكوك أبوت ضص التسبيح which mean praising الله سبحانه وتعالى return القدر which mean وليبر الله عز وجل wrote it to happen to you ضص تسبيح تشينجي لتصديد وقت الله تعالى mention in سورة الصفات about his prophet يونس عليه من الله السلام. الله سبحانه وتعالى said indeed يونس was one of the messengers of Allah subhanahu wa ta'ala. He ran to the ship and they made, when he went to the ship, Allah subhanahu wa ta'ala tested him and he opened the will to swallow him. Yunus in the stomach of the will. But
But what he used to do? He was making tasbih to Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah ta'ala said, and because he was making tasbih while he in the stomach of this world, Allah subhanahu wa ta'ala saved him. Not only that, وَأَنْبَثْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينَ وَرَسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that Allah ta'ala saved his prophet Yunus alayhi salam just because he was making tasbih to Allah subhanahu wa ta'ala. What is the tasbih? Prophet Yunus used to say while he was sitting in the stomach of the worm. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned to us, وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَرَ مُغَاضِدًا, Surah Al-Anbiya. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَرَ مُغَاضِدًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Yunus alayhi salam, when he went and he being swallowed by this world, his tasbih was لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ظلمات, many darkness, ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل جعلها الله ظلمات. سمع الله تعالى تسبيحه وهو في قاع البحر لأنه سبحانه وتعالى السميع البصير عز وجل. My dearest and respected brother, so yes, when you make tasbih, Allah subhanahu wa ta'ala will change your situation. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in the authentic hadith said, the dua of my prophet Yunus alayhi salam, which is, لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Whoever will say that, if he has any problem, Allah subhanahu wa ta'ala will make easy way for him. Just mention it. And say it with your heart, not with your tongue. At-tasbih, one of the amazing things in our religion. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned to us about Prophet Musa alayhi wa ala nabina salatu wa salam. When Allah ta'ala ordered Musa to go to Fir'aun, Musa alayhi wa salam asked Allah ta'ala to give him one to be with him, to support him. He asked Allah Ta'ala to make his brother Harun with him. Why? Listen to what Allah Ta'ala said. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي وعين أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. So Allah subhanahu wa ta'ala mentioned us that Prophet Musa alayhi salam, when Allah ta'ala ordered him to go to talk to Pharaoh, he asked Allah ta'ala to make his tongue speak in a proper way and to open his chest. And he asked Allah ta'ala to make his brother Harun with him. Why? He said, Ya Allah, so we can praise you, both of us. We can praise you, Allah. We can make dhikr to you, Allah. كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا. So imagine, Nabiullah Musa alayhi salam asked Allah Azza wa Jal to give him support for his brother to make tasbih to Allah subhanahu wa ta'ala. When you read the miracle of Prophet Zakariya alayhi salam, Zakariya was old man. He asked Allah subhanahu wa ta'ala to give him a boy. Listen to what Allah said to us in Surah Maryam. When Allah ta'ala said, كَافَ يَا عَيْنُ صَادِ ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا
قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. Listen. When Allah subhanahu wa ta'ala, He asked Allah to give him a boy. When Allah ta'ala gave him the good news, what he said? قال الله فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. So even when Prophet Zakaria عليه السلام had this miracle, an old guy, because when he was asking Allah subhanahu wa ta'ala secretly, between him and Allah ta'ala. So when Allah ta'ala gave him the good news, when Allah ta'ala said, يا زكريا, إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى, لم نجعل له من قبل سميا, رد فعل نبي الله زكريا عليه السلام, the reaction of زكريا when he get out to his people, say, make تسبيح to Allah subhanahu wa ta'ala, was kind of grateful and thankful to Allah عز وجل that he gave him a son. And Allah ta'ala even named his son Yahya. The only person Allah named him among all the prophets is the prophet Yahya عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يا أيها الإخوة الأكارم, في قصة نبي الله موسى وفي قصة نبي الله زكريا عليهم جميعا الله الصلاة والسلام, ترى أن التسبيح له أثر فعال وله أثر كبير في حياتنا. نبي الله موسى عليه السلام حين أمر الله تعالى أن يذهب إلى فرعون سأله أمورا, ومنها أنه اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشرد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا أن نبي الله موسى سأل الله تعالى أن يجعل معه أخاه هارون وزيرا ونبيا حتى يستعين معه على تسبيح الله سبحانه وتعالى. ونبي الله زكريا هذا الشيخ الهدي كما قال ووهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا, يدعو الله وموقن بأن الله سوف يعطيه ما سأل. فلما جاءته البشرى ونادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب كما في سورة آل عمران, أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا محصورا ونبيا من الصالحين, وفي سورة مريم يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا, قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا, قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. الشاهد لما سمع هذه البشرى نبي الله زكريا خرج على قومه وأمرهم بأن يسبحوا الله سبحانه وتعالى. قال الله عن زكريا عليه السلام فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم, أي أشار إليهم, أن سبحوا بكرة وعشية. التسبيح, التسبيح يا عباد الله, نبينا صلى الله عليه وسلم يحدثنا في الحديث الصحيح فيقول كلمتان, كلمتان خفيفتان على اللسان, ثقيلتان في الميزان, حبيبتان إلى الرحمن, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذا تلك الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفرس, it's two words, the most beloved word to Allah and very light in your tongue and it's heavy in your skill in the hereafter, which is سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. My dearest and respected brothers and sisters, we are really in need for the help of Allah subhanahu wa ta'ala. And we have to know Allah ta'ala in the easy time. So when you have any hard time, Allah will know
رسول الله صلى الله عليه وسلم سد ابن عباس his cousin يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي الحديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة سبحانه وتعالى. Which means when you know Allah سبحانه وتعالى in the easy time, when you have hard time, and you call Allah سبحانه وتعالى, Allah will recognize your voice, and He will ask the angels to give you what you want. تسبيح one of the miracles of Allah سبحانه وتعالى that every creation may be تسبيح to Allah سبحانه وتعالى. Let us listen to what Allah said in Surah Al-Isra. قال الله تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. Which means Allah Ta'ala telling us in this verse that every creation in the heaven and every creation on earth make it tasbih to Allah subhanahu wa ta'ala. But you as a human, you cannot understand their language. But Allah Ta'ala knows it. Because Allah Ta'ala knows all the language. Subhanahu wa ta'ala jadda fi ula. So everything you see in this world, making tasbih to Allah subhanahu wa ta'ala. Can you imagine the earth? Can you imagine the mountain making tasbih to Allah subhanahu wa ta'ala? Allah Azzam said about his prophet Dawood alayhi salam, وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَيْرُ. Allah Ta'ala mentioned Surah Sad that Allah Ta'ala make all the mountain, make all the bird, repeating the tasbih of Prophet Dawood alayhi wa ala nabina salatu wa salam. It's very important to know that you need Allah subhanahu wa ta'ala. So have connection with your Lord. Make a tasbih to Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi ala. And in another hadith that Allah subhanahu wa ta'ala said, من شغله ثنائي عن مساءلتي أعطيته خير ما أعطي السائلين. الله 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 الله. من شغله ثنائي أي تسبيح لي وتحميدا لي وذكرا لي. هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى. من شغله ثنائي عن مساءلتي فسأل الله وكان يعني يكتفي بأن يسبح الله تعالى ويذكر الله عز وجل ولم يسأل الله شيئا. الله يعطي أفضل مما يعطي السائلين. رسول الله صلى الله عليه وسلم برزر يكرف سبيك الجمعة جزاك الله خير. When the Imam is speaking, it's not allowed to do anything, not even to shake hands. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يخطب من قال لأخيه ولم يخطب صحيح فقد لغى. Which means if you sit your brother, sit next to you, stop doing it, while the Imam is speaking, you make law. Law means you break in your salah. So don't do it, please. So, my brothers, Rasulullah صلى الله عليه وسلم said that Allah is speaking to us. He said, whoever making tasbih to Allah and making dhikr to Allah and forget to ask Allah Ta'ala, Allah Ta'ala will give him more than the people who are just sitting asking Allah subhanahu wa ta'ala. The point is, yes, التسبيح يرد القدر والتسبيح يرد القضاء. The only thing you need to do is make more تسبيح to Allah. When the man came to Allah, Rasulullah صلى الله عليه وسلم and he said, يا رسول الله مرني بشيء أتشبث به في هذا الدين. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. A man came to Rasulullah صلى الله عليه وسلم and he said, يا رسول الله tell me one thing about this religion so I will hold in it. He said صلى الله عليه وسلم keep your tongue watery from the mention the name of Allah سبحانه وتعالى.
وتجيب البيت ذكرى أن تسبيحه الله عز وجل الله. In this hard time we live in it as a Muslim ummah, the only one we can depend on is Allah subhanahu wa ta'ala. So have good connection with Him. It's secret worship between you and Allah Azza wa Jal. How often you remember Allah Azza wa Jal? And you know for sure what Allah Ta'ala said in the Quran. If you remember Allah, Allah will remember you. Allah Ta'ala said, فَذْكُرُونِي أَذْكُرُونِ. Even if no Mas'ud رضي الله عنه وارضاه, one day he was sitting with Sahaba and said, Wallahi, I know when Allah will mention my name. Ibn Mas'ud, the one who used to read Quran to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sahaba looked at him, watch out, watch out, what are you saying? He said, I'm saying what Allah said in the Quran. He said, does Allah say, Ya Ibn Mas'ud, if you remember me, I will remember you? He said, no, Allah make it in general for everyone. He said, what is this? He said, in Surah Al-Baqarah, Allah said, فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. So when I make dhikr to Allah, Allah will remember me subhanahu wa ta'ala. My dearest and respected brothers, in this hard time, we live as a ummah. We need to strengthen our connection with Allah. We need to be close to Allah subhanahu wa ta'ala. So when we raise our hand to Allah, Allah will answer us. May Allah ta'ala give us what we ask Him. Allah There is many challenges we are facing right now. The only one will help you, the only one can give you what you want, is Allah subhanahu wa ta'ala. So be in His sight. Allah Azza wa Jalla to us, يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. So everything praises Allah subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Jumu'ah. سورة الصف الله سيد سبح لله ما في السماوات وما في الأرض سبح لله ويسبح لله which means people before us make تسبيح to Allah and people after us will make تسبيح to Allah. So where are you? Where are you? Are you from those people who make تسبيح to Allah? رسول الله صلى الله عليه وسلم gave us glad tidings. There is two words, heavy in your scales, light in your tongue. The most beloved word to Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah al-Azim. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, in the other hadith, said, Subhanallah, tamla'u mizan. Walhamdulillahi, tamla'ani ma bayna al-sama'i wal-ard. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, said to us in the hadith, that when you say Subhanallah, will fill your scales, from between the earth to heaven. And when you say, if you say Subhanallah, will fill your scales. But if you say Alhamdulillah, will fill from earth to heaven, which means you need it all the time. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, al-ayy al-azim, qala anha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kanzun a'tanihi rabbi min tahti arshihi subhanahu wa ta'ala. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. My dearest and respected brothers and sisters, in this time, we need to know Allah Ta'ala more. We need to connect ourselves with Allah Azza wa Jalla. And yes, does tasbih return the qadr of Allah Ta'ala? Does tasbih when you say Subhanallah, 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 or any kind of tasbih? Will it change the qadr of Allah? Yes. And
listen to what Allah Ta'ala said about his prophet Yunus alayhi salam. فلولا أنه كان من المسبحين لذلك في بطنه إلى يوم يبعثون. So encourage yourself, encourage yourself and push yourself to do more tasbih to Allah subhanahu wa ta'ala. When you make tasbih to Allah subhanahu wa ta'ala, you are not alone. Even the birds, every creation make tasbih to Allah subhanahu wa ta'ala. This is what Allah ta'ala said to us. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. The seven heavens and the earth and whatever in between. They are praising Allah subhanahu wa ta'ala. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. And everything is praising Allah subhanahu wa ta'ala. But you don't know the language. But Allah knows subhanahu wa ta'ala جل في علاه. Which is keep yourself making tasbih to Allah Ta'ala. Allah will make everything easy. Like Allah Ta'ala made easy way for his prophet Yunus alayhi salam. Why is he in three darkness? The darkness of the summit of the well, the darkness of the ocean, the darkness of the night. Allah heard his tasbih and Allah Ta'ala made everything easy for him. So keep this in your mind. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, whoever will mention the dua of my brother Yunus, which is لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين, Allah Ta'ala will make everything easy for him, because Allah Ta'ala said about Yunus, when Allah Ta'ala said فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. So Allah Ta'ala saved him from whatever he was in, and Allah will save any believer who repeats the dua of Yunus alayhi wa ala nabiyyan sallallahu alayhi wa sallam. اللهم اغفر لنا, اللهم اغفر لنا, اللهم اشرح صدورنا, اللهم يسر امرنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا, اللهم عافنا واعف عنا, اللهم كل المستضعفين في كل مكان, اللهم كل المسلمين المستضعفين في كل مكان, اللهم انا نسالك في هذا اليوم وفي هذه الساعه ان تنصر الاسلام وان تعز المسلمين, اللهم انصر من نصر الدين, اللهم انصر من نصر الدين, اللهم انصر من نصر الدين, اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادة الصالحين, اللهم اغفر لحيينا وميتنا, اللهم اغفر لحيينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وكل من له فضل علينا يا رب العالمين, اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات, وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين.